أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. واصل مع كتاب الله تعالى ومع سورة مريم من الآية رقم 21 إلى الآية رقم 39 من نفس السورة، فعلى بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. أعيد. فانتبذت به مكانا قصيا. تساقط عليك رطبا جنيا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. Oh.
فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فكلي واشربي وقري عينا صحيح فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا بغيا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا راعي الغنة مرة ثانية فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا نعم قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا أعيدوا فأشارت إليه قالوا كيف
فيها. مستقيم وأن الله
فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. نعم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. أعيدوا. الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. حملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا.
وبرًّا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًّا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيًّا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأن الله ربي وربكم هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل الذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير. ننتقل على بركة الله تعالى إلى القراءة الفردية. تفضل سيدي. من معنا؟ أي مرحبا. تفضل يا مرحبا. كيف الحال؟ الأحوال خير؟ أهلا وسهلا. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. سكن الذات جذع النخلة. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ما قلش من هنا ألصقت لساني مع ما يقابله من الحنك الأعلى، صار إظهار وهنا إخفاء يعني إخفاء النون مع الغنة. الإخفاء لا عمل للسان فيه. منسيا من مش من صارت مظهرة، يعني ألصقت لساني بما يقابله صار إظهار، والحكم هنا إخفاء النون مع غنة من الخيشوم. منسيا نعودها. وكنت نسيا منسيا. هذا هو الصواب. نعم واصل. لا ما تقولش لا خليها كده. فناداها من تحتها من مهيئ لساني على الحرف الذي يلي النون المخفى. من تحتها مش من ما نلصقش لساني، ما خليش لساني يرتعش مره يصعد مره لا. من تحتها فناداها من تحتها ما تبلغش في المدود الطبيعي. المدود اسمه ما الطبيعي، لأن صاحب الطبيعة السليمة لا يزيد في طوله ولا ينقص عن حده. حيا هذا هو الطبيعي. حيا أي نعم. قد جعل ربك تحتك سريا أي نعم. بجذع النخلة تساقط هكذا هو السين. نعم. تساقط عليك رطبا جنيا.
فكلي واشربي واشربي، نسكن الحرف ونأتي بصفة التفشي الخاصة بحرف الشين. واشربي واشربي هكذا، فكلي، عيدها، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي. غن النون هنا، غنت النون المشددة مع مراعاة المد الطبيعي. فنعم، فقولي إن أو كالغنة، إني إني، غنة حركتين والمد الطبيعي حركتين. هاي فقولي، زيد الغنة، إني فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فأتت به قومها تحمله. مش الله ولله، تحمل تحمل لا لو تحمل. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا. جئت، صارت في الهمزة قلقلة، جئت، سكن اسم همزة قطع بمعنى انقطع الصوت عند النطق بها. لقد جئت، جئت، مش جئت، 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 صارت قلقلة قطع، جئت سكن. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا، جئت، ما تحركش الحرف، جئت، 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 لقد جئت شيئا فريا. هذا الصلاة. يا أختها، يا أخت، يا أو، مش يا أخت، أو، يا أو، يا أو، أو، يا أخت هارون، ركة الهمزة، ضم شفتين. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا جبارا شقيا ولم يجعلني جبارا شقيا. فتح الله لك وبارك الله فيك، أحسن الله إليك، شكرا. نعم، اللي بعده. جزاك الله كل خير. مرحبا. والسلام عليك يا سيدي ويوم أموت ويوم تبعث حيا. النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به قال: التقيت بابناء الخالة، يكون يقصد يحيى وعيسى، قال: فقال عيسى ليحيى: استغفر لي. نعم، فقال يحيى لعيسى: بل أنت استغفر لي. فقال عيسى ليحيى: بل أنت استغفر لي، أنت خير مني. تواضع. أي نعم، أنت سلم عليك الله وأنا سلمت على نفسي. يحيى ماذا قال؟ وسلام علي. نعم، وسلام عليه يوم ولد. الذي سلم عليه هو الله، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم. لكن عيسى هنا ماذا قال؟ قال: والسلام علي، هو من سلم على نفسه، والسلام علي يوم ولدت
ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هذا الشيء بين لنا التواضع. سيدنا عيسى باتفاق على أنه أفضل من يحيى. أي نعم. نعم أولي العزم وله السبق وما إلى ذلك. ولكن اللي يعنينا هو التواضع. وكل إنسان يحفر نفسه. أي نعم. أي والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت. قول. سيد الوقت لو بس ما كان لله من يتخذ ولدا سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له فيكون وأن الله ربي وربكم فاعبدون هذا فاختلف الأحزاب بينهم فويل للذين كفروا مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ما شاء الله قراءة متأنية طيبة بارك الله فيك جزاك الله كل خير. اللي بعد بسيط مرحبا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف نكلم من كان في المهدي
قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا فتح الله لك وبارك الله فيك، شكر الله سعيك اللي بعد. شكرا سيدي. نعم مرحبا. ويوم أموت. نعم جل في علاه. نعم. أن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. مستقيم لا مستقيم قاقي هذا صراط مستقيم وقد بلغ أحسان صح كنت ترقى الراد تكون افضل. اسمع بهم وابصر لا لا كله مع بعض. نعم إخفاء النون مع مراعاة الغنة. وأنذرهم يوم الحق قضي الأمر وهم في بين هذا الغنى والإدغام. جاي إنا نحن نلك الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. جزاك الله كل خير، بارك الله فيك. اللي بعده القرآن ماذا قال؟ أي عيد حتى الجيين. قال وأنذرهم يا محمد يوم الحسرة. شفتوا باش سماه القرآن يوم الحسرة. يوم الحسرة يتحسر فيه الكافر على أنه لم يكن مؤمنا، ويتحسر فيه أيضا المؤمن على تقصيره في هذه الدنيا في جمع أكثر ما يكون من حسنات وطاعات الله تبارك وتعالى. لكن الكافر والعاصي كذا حينما يقف على هذه الحقيقة يقول يا ليتني. وأنذرهم يا محمد يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. الكل في غفلة، ربي يرحمنا إن شاء الله. كل إنسان بعيد على كلام ربي فهو في غفلة. كل إنسان بعيد على مجلس فيه الذكر وفيه يعني القرآن الكريم فهو في غفلة.
بدليل ما تقرؤونه في مطلع سورة يوسف حينما قال الحق سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. شو اللي بعدها؟ وإن كنت من قبل إنزاله، من قبل القرآن، من قبل قراءتك لكتاب الله تعالى، لمن الغافلين. كل إنسان يكون بعيد عن حلقات تحفيظ القرآن وعن مجالس العلم والذكر فهو في غفلة. لذلك في هذا اليوم سوف يتحسر: وأنذرهم يا محمد يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. أسأل الله ألا نكون من الغافلين، وعلى قدر السبق في هذه الدنيا في التسارع في الخيرات يكون السبق يوم القيامة. على قدر السبق هنا في الدنيا يكون السبق في الآخرة. فهم الكلام؟ يعني الإنسان هو السبق متاعه، هو المسارعة متاعه في هذه الدنيا، فإن كان من المسارعين إلى الطاعات فسوف يكون في الآخرة من المسارعين إلى الجنة. أي نعم، نسأل الله أن نكون جميعا من السعداء ولا نكون من الأشقياء. أيش تفضل. فحملته فانتبذت في مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا، وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا. سريا سريا نعم سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، فلن أكلم اليوم إنسيا. نعم. فأتت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في الكهف صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. بارك الله فيك، جزاك الله كل خير. احسنت. نعم بعد. في عقلك عاودة. والسلام علي مرة ثانية. والسلام علي يوم أموت ويوم. لا لا، يوم ولدت. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ما تزربش حيا، في بالساكن في المتحرك. حيا. ذلك عيسى بن مريم. مريم يا مرققة. مريم
قوم الحق الذي يبتغون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا قضى أمرا راعي المد الطبيعي قضى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم مستقيم فاختلف فخ من القاء فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من أشهر يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم رقت الهمزة نعم يوم الحسرة حسرة حاء الترقيق في الحاء نعم وأنذرهم يوم الحسرة قضي الأمر وهم في غفلة وهم معرضون يوم الحسرة رقت شوية الحاء الحسرة حاء وأنذرهم يوم الحسرة قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون ما شاء الله فتح الله لك بورك نعم ايوه مرحبا اهلا وسهلا قديم وقت ترتيب كانت سنه الائمه قديما احنا عاملين تو ليست واللون باللون كان الامام نافع مثلا وغيره من اتى اولا فليقرا شفت شي يزرع في الطلاب نتاعه من اتى اولا فليقرا لا يقدم لا غني على الفقير ولا العكس بالعكس وإنما كانت سنة الأئمة قديما كانوا يقولون من أتى أولا فليقرأ اللي جيلول هو له الأولوية لكن نحن توا ترتيبات وغيره اللي وقع يقرأ أي نعم اقرأ فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربي تحتك سريا وأوصي إليك بجذع النخل فساقط عليه رطبا جليا فكلي واشربي فكلي كانك مطر فكلي واشربي وقري عينا فإما تريني ما شاء الله يا معلم يا الله
وأعيدها وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ما شاء الله، بارك الله فيك، أحسنت كلمة جيدة خاشعة ما شاء الله. مرحبا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت فخي من رائع. فقولي من هنا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. نعم. فأتت به قومها تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. كافي، بارك الله فيك، شكرا، جزاك الله كل خير. تفضل. نعم. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق. قول الحق حاء مش حاء. قول الحق الذي فيه يمتهون. ما كان لله أن يتخذ منه ولدا سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأن الله ربي وربكم فاعبدوه. وربكم فاكم فأطبق شفتيك في الميم وافتح الفاء. وأن الله ربي وربكم فاعبدوه. هذا صراط. سي ولا صيد؟ صا صيد، فخم الصاد. هذا صراط مستقيم. هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. يوم عظيم ع مش ع ورقم. فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم.
أسمع بهم وأبصر، حركة كسرة وفتح، نعم، وأبصر يوم يأتوننا ذاكر الظالمون اليوم في ضلال مبين، وأنذرهم يوم الحسرة، يوم الحسرة الحا حسرة، وأنذرهم يوم الحسرة إن بين الهمزة قطعية، إن قضي الأمر، وهم لا يؤمنون، وهم في غفلة، بل وهم لا يؤمنون. نحن عظمة، نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. بارك الله فيك، شكرا سيدي، أحسن الله إليك. اثنين أخرين وننتقل للتكرار. شو؟ هاي تفضل سيدي، مرحبا. واللي بعده شو؟ طيب. يا الله. أنا برا، يلا يا شيخ، فحملته، يلا احمل المصحف واقرأ. فحملته فانتبذت فيه مكانا قصيا 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 إيا، هكذا. فحملته فانتبذت فيه مكانا قصيا، فأجاء المقام إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا منسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهدي إليك تساقط تساقط عليك رطبا جنيا، تخلط رطبا رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا وقلي، ترقيق الراء المكسورة، وقلي فكلي واشربي وقري عينا وقلي، مش قال وقال لي عينا سن، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما 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 صوما، فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم صح. فأتت به قومها 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 تحمله، قالوا يا مريم يا مريم يا ما يا مريم، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا بغيا بغيا، فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي
ولم يجعلني جبارا شقيا. بارك الله فيك. شكرا سيدي. سن عايز. شكرا لك. والسلام علي من أول الآية. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد. إدغام مع الغنة. سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول فيكون. وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. بارك الله فيك. شكرا. جزاك الله كل خير. تفضل أخي فليقرأ. تفضل يكون تحب تقرأ. هات نسمع منك سورة الفاتحة إن شاء الله. نعم. سأشرح سورة الفاتحة إن شاء الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. شفت أنا الخطأ هو خطأ حتى يقع فيه الأئمة. بعد ما يكبر يقول الحمد لله رب العالمين. إيش عمل؟ حرف كامل ثلاثة. لا. الهمزة كثير شيقولوا التخدير والنغم هو مركز على النغم مش مركز على حروف الفاتحة. فيقول الحمد لله رب الحمد 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 ينفع وين الحرف هذيك همزة وسط تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج وأوتي بها للتخلص من النقطة السابقة. فما نقولوش الحمد لله أنا أجل حرف الصواب أننا نقول الحمد الله أكبر الحمد. فالذي يقول الحمد لله نقص حرف كامل في الفاتحة اللي هي ركن أركان الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بقراءتها صحيحة. إذا تغير أو نقص منها شيء إن كان متعمدا فصلاته باطلة وإن لم يكن متعمدا فعليه أن يتعلم وإلا لا يتقدم للإمام. إيه نعم لا يكون إماما لأنه مش يحمل وزره وزر اللي وراه الكل. رد بالي الحمد هنا همزة قطعية تثبت. شوف مش قال تثبت في الابتداء وتثبت في الدرج. فنقول الحمد همزة قطعية. قول الحمد لله رب العالمين. ثم نقول ألا شعمل قلقلة لله لا قلقلة في اللام. الحمد الصواب الحمد أي الحمد لله لل هذه الكسرة غير صحيحة. الحمد شفتها من الضمة إلى كسرة اللام. الحمد لله يا رب كلكم تصلي تردوا بالكم الفاتحة. إحنا مش قاعدين نركزوا عليها في يعني أمور لابد فاتحة ذيك فرض في الصلاة السنة في السورة وإلى الآيتين اللي بتقراهم سنة. مش معناتها السنة تقراهم بالغالب لا أما الفاتحة فيش كلام. الحمد لله الحمد لله ما قلتش الحمد لله لل هذه يسموها كسرة مخلوطة بسكون
أو هي إلى الإمالة أقرب. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. دكتور عبد الرحمن الحفيان الله يرحمه قعدنا معاه في مدرسة سكرة 5 سنوات وإحنا في الفاتح 5 سنين، وعمل كتاب سماه أخطاء الأئمة في قراءة سورة الفاتحة، مش أخطاء العوام عامة الناس، لا، قال أخطاء الأئمة، حكى عنده كتاب الله يرحمه. 5 سنوات في الفاتحة كل نهار أحد بالحرب في مدرسة سكرة يا ريان بالحرب 5 سنوات، مش حصة دين، مش حصة، يعني يعرف ما معنى الفاتحة. نعم، فيأتي بها حرفا حرفا مخرجا وصفة حتى يتعلم الإيمان كي يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة. أي نعم. ها؟ أي نعم. أو بشوي بشوي، إحنا توها ما لو يقولوا الحمد لله لله، ما نقولش لل. الحركات مهمين. شوف خذوها هذه قاعدة. اللي يتقن الحركة نطق صحيح قراءة تكون صحيحة. واللي ما يتقنش الحركات اللي هي الفتحة والضمة والكسرة القراءة نتاعو باش تكون فيها مجمل الإمالات. لل، لا، الحمد لله رب، مش رب، بل، بل، ريتها معظم الحركات عندنا بدون سكن نطقها. ما فيش يقولوا، قولوا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سمعتوها الحركات كلها غلط. صواب بسم الله الرحمن الرحيم، كما اقول بسمي ني الرحيم، كل الحركات متساويه. بسم الله الرحمن الرحيم، اما نقول بسم الله هر، اما نقول بسم الله الرح هر هر، ينفع ما ينفعش. ايش يقولوا؟ الحمد لله رب العرب العرب الباك ربي، الحمد لله ربي، مش ربا. لما نقول اهدنا الصراط المستنس بالتل، فات عفيش تل، فها اهدنا الصراط طا مش تا، تلقاها مغروم في البناية يقول اهدنا الصراط ما ينفعش. فاتحة يزمها نقراها صحيح بتقعد فيها حتى 6 سنين به. اي نعم، اي عاودة. الحمد، الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، رب العالمين. وكل مشايخنا تعلمنا عليه من فاتحة ما يخليوناش نقراه بالنغم، مالكي باش نقراه كأني أتحدث معه. الحمد لله رب العالمين، ينحيوا النغم جملة واحدة. علاش؟ مش تركز، تضبطها من بعد سيدك، تعمل نغم ولا تلحن ولا انت حر. اما من الاول الحمد لله رب العالمين. الى الان الشيخ منير المظفر لا يقرا الطلاب الا كان الانسان يتحدث معه. هذا يجي اللحن نحيل اللحن كله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، حرفا حرفا يضبطها ويعرف انه ولا يقرا يسيب. اي نعم، اي عاوده. رب عندنا في العربيه با، عندنا باء هذه في غير العربيه. ربي مش رب العالم، رب، لا، ربي، رب العالمين، ربي لا هو بي فا هو لا رب، وما تمشيش للساكن كما يقول رب العالمين، اجعلها ساكنة رب العالمين. لا، الحمد لله رب العالمين. عاودة. الحمد زيد عاود. الحمد لله رب العالمين، في عقلك الحمد، جيب الهمزة اللي بيناها همزة القبر. الحمد لله رب العالمين،
جيبها كلها مع بعضها. الحمد لله رب العالمين. الرحمن مش قولوا الرحمن الرحيم. مش ملكي ما نضغطوش، كان نفتح المصحف كنلقاو ميم وفوقها فتحه ملك الا عند السوسي. السوسي هو له الادغام هنا. الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. قالون لا، والا حفص يقول يعني نقرا حفص. لا، حتى حفص وقالون يقراوا ملكي بدون ضغط وكز على الشفتين. ملكي هكذا دوب ما تحطش فايده ملكي، اما ملكي والضغط والكز على الشفتين لا. ملك يوم الدين، ملك يوم الدين، ملك يوم الدين. مش يوم، يوم الدين، يوم ملك يوم الدين، يوم الدين، يوم الدين. إياك نعبد. هنا ثم خطأ ديما يقع، بعض الناس يقولوا حتى أئمة يقولوا إياك نعبد ونعبد. مش عمل مد في حرف الدال. هو نحن نعبد إله واحد ولا إله واحد؟ إياك نعبد أي نعبد إلها واحد. لما تقول إياك نعبد خلنا في الشرك جملة واحدة يا لطيف. إياك نعبد وإي نعبد و، ننتبه للحركات، حركة الضم نعبد و نعبد نعبد و، الخطأ نعبد و نعبد، رد بالك نعبد و. أي إياك، إياك اللي يقول إياك نعبد. ثم ناس التأئمة إياك نعبد وإياك نستعين. إياك اسم من أسماء القمر، وقيل هو اسم من أسماء الشمس اسمه إياك. أما إحنا عندنا إيا إي يا إياك، الخطأ إياك نعبد، هي إياك نعبد وإياك نستعين. تفضل. إياك نعبد وإياك نستعين. 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 كافي إن شاء الله، بارك الله فيك، شكرا. كل حصة إن شاء الله نخلو شوية ونصلح مع بعضنا هذه الصورة العظيمة. أي سيدي التكرار.